متابعتي العزيزه، مرحبا بك في قناه شوفوا زكاجير. اليوم جيت باش نوريك الانجاز ديالي، انجاز بسيط جدا ولكن زوين بزاف. هو عباره عن يد البراد هاجي على شكل سلهام مغربي تقليدي، مشنف هكا في الحاشيه ديالو كاملها، ودرت ليه دوك جوج عقيدات زينتو، ودرت ليه الشويشه حتى هي بالعقيق زويونه. ها هي شفتوها بنفس الالوان باش خدمت بثلاثه د اللوينات بارجين مفتوحين. هذا غيمشي هديه، مبطن بساتان، هذا ساتان في البلون كاسي، وكاين اللباط الداخل غير ما كيبانش ملي كنصلحوهم تيتفش ما تيبقاش، ولكن ملي كتمسي هاد الهزازه د البراد كتحسي بها بانها يعني قاصحه، يعني كاين توابت هنا، كاينين ثلاثه يعني غادي تحميك من السخونيه ديال يد البراد. وهذا يد البراد، هذا الفراش، هذا الفراش البراد نفس الشيء، خدمته بنفس الزويويقه هكا بالوريقات الاليفات وبهاد الوريضات هادو بالخطفه، زويونين وكذلك مبطن تا هو بنفس الشيء، كاين لواط الداخل وكاين ساتان من برا، ساتان في البلون كاسي. هادشي كلشي باش نقول لك مبروك عواشيرك، الله يدخل عليك رمضان بالصحه والسلامه والامن والامان يا ربي. شكرا لك على متابعة هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة استعراضية وتعليمية على قناتك على قناتك. هو تشوفك.